يلا غادي نختموا حلقتنا اليوم بهذه الوثيقة. هذا السيد هذا تقول لك لو كانت لدينا الفرصة، هذا عالم فيزيائي، العالم الفيزيائي الفرنسي بيير كوري الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء في عام 1903، قال تمكننا من تقسيم الذرة بالاستعانة بثلاثين كتابا بقيت لنا من الحضارة الأندلسية. نعاود مهم الشيء اللي قال العالم الفيزيائي الفرنسي بيير كوري الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1903، قال تمكننا من تقسيم الذرة بالاستعانة بثلاثين كتابا بقيت لنا من الحضارة الأندلسية، ويكمل قائلا ولو كانت لدينا الفرصة لمطالعة المئات والألاف من كتب المسلمين والتي تعرضت للإحراق لكنا اليوم ننتقل بين المجرات الفضائية. كلمة حق قالها بيير كوري. ما معناه؟ اش قال لي؟ قال لك احنا وصلنا العلم اللي وصلنا ليه لأن اعتمدنا على بعض الكتب اللي بقات في الحضارة الأندلسية، هي اللي خدمنا العلم وطورناه وصلنا لهذا النيفو اللي تنشوفوا دابا، القنبلة الذرية وهادشي كاع اللي تنشوف دابا راه تخدم من كتب في الحضارة الأندلسية اللي بقات. أما أغلب الكتب أحرقت، الحروب الصليبية أحرقت كتب العلماء، الحركة الإمبريالية أي دولة تدخل لها تتحرق كتب العلم ديال العلماء المسلمين. فاش قال بيير كوري؟ قال لك لو أن كتب العلماء المسلمين ما تحرقوش في أزمنة سابقة لحنا اليوم تنتساراو بين المجرات السماوية، تنتساراو. اش بغى يقول بيير كوري؟ بيير كوري بغى يقول لك بأن علماء الإسلام سبقونا إلى العلم والمعرفة، سبقونا بسنوات بالعلم وبالمعرفة. فلذلك ما يجيش واحد ويقول لك الإسلام يخلق التخلف والجهل والرجعية. راجع تاريخك، دير الميزاجور لمعارفك. هو بيير كوري يشهد بأن العلم الحالي بني على علم علماء المسلمين السابقين، ولو لم تحرق كتبهم لكنا اليوم تنتسرو بين المجرات.